اذكر موعد تحاول التهرب منه. شفت شلون يضرب قبل ما يفكر؟ وانت قال كذا سو زي استهبال. وش يا علي؟ ها زي ما موعد التهرب منه. ايه شفت صحيح. لا عندي جا بس طيب قلها. والله ما عندك شيء. لا والله عندي والله. طيب قل. واحد اثنين ثلاثة اختبارات. ها اختبارات الاختبارات. لا والله انت طاق قلت ما ادري بس يلا منذر وش تقول؟ هذا في احتمال اعلى موعد موعد تحاول انك تتملص منه. ممكن مثلا مواعيد المستشفيات. ما في ممكن جاوبني موعد مستشفى وانت بتموت. تأكد انت مستشفى الاحوال المدنيه. موعد مستشفى. اوه عمر انا العيال يجيبون الجوائز العلامات وانت تشيلها شغال. احنا عندنا تكتيك بس ما يعني يلا موعد تحاول التهرب منه. موعد مع صديق. ما تبي تشوف تتهرب. موعد ودك تخلص منه. اي موعد موعد تخلص منه. قالك الرجال هذا الطبيب لانه كريه الموعد او المال دفع المال دفع. ما ادري وش قل لي انت. موعد تريد الخلاص منه. السفر. السفر 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 السفر. الناس تاخذ اجازات عشان تسافر تسلف عشان تسافر وانت تبي تتخلص من السفر. يا ليت السعوديين مثلك. يا ليت كان القرشات كلها جوا. ممكن جلسه البيت. ها باخذ جلسه البيت. جلسه البيت هذا موعد. أنت موعد هذا جلسة البيت مفروضة علينا. موعد موعد زي ما قال هو قال الطبيب. موعد ما تحب تروح له يعني. أسرع يا علوي. ثلاثة اثنين خلص الوقت. ملاك ممكن باقي خطأ واحد. انتبهين يا أخوان. مواعيد البنك. مواعيد البنك. أيوه السداد يعني. يعني أي موعد في البنك دائما الواحد يحاول موعد البنك يخلص منه. ما تبي تروحين للبنك عاد البنك بيرحمك. لا ما جيته زبط أمور. السداد. السداد متأكدة ولا في شيء ثاني؟ لا في شيء ثاني. ايش؟ مثلا موعد تطعيم الاطفال. موعد تطعيم الاطفال؟ أيوة. ما تبي تخلصين منه؟ لا يعني واحد بس بيخلص منه. اه والدكتور تطعيم.